يبتهج اليمنيون في كل عام مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لكن حربا جاوز عمرها 5 سنوات لا تزال تعكر فرحتهم بالشهر الفضيل منذ اندلاعها. معاناة وفقر وبطالة وأوضاع اقتصادية مزرية أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره بفعل حرب أشعلتها ميليشيا حوثية غاشمة، حرب أفقدت المواطنين كل شيء حتى القدرة على الشراء وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، لا سيما تلك التي اعتادوا على شرائها في شهر رمضان. المواطنين في قدوم شهر رمضان حالتهم متعبة جدا من ناحية المادية والناحية الصحية، إضافة إلى ذلك ارتفاع الأسعار في هذه المنطقة تجعلون يبقى لقمة العيش. بسبب ذلك يعني التجار والوضع رديء جدا نتيجة ما يحصل من عدم من البطالة من عدم وجود دخل. في نفس الوقت المواطن محظوظ في الحضيض صحيا وماديا ومعيشيا. معاناة أخرى يصنعها جشع تجار السلع الغذائية في كل عام بإقدامهم على رفع الأسعار مع اقتراب الشهر الفضيل، لكنهم هذه المرة تجاوزوا المعتاد وذهبوا لرفع الأسعار بشكل جنوني، مستغلين حالة الخوف والهلع التي خلقتها المخاوف من خطر تفشي جائحة كورونا. اليمن تشهد يعني أزمة طاحنة، حرب يعني أرهقت الشعب كله، إضافة إلى ذلك يعني قلق الناس من وباء كورونا، زاد الطين بلة، زاد الناس قلق، الناس يعيشون حالة لا يعلمها إلا الله، إضافة إلى ذلك حرب التجار على المواطنين بزيادة الأسعار، ويعني ظروف الناس لا تستحمل يعني 3 حروب في وقت واحد. هي 3 حروب إذن و5 سنوات من المعاناة والحصار يعيشها الناس هنا في تعز، ما جعل الكثيرين في مدينة التربة جنوبي المحافظة يحجمون عن شراء احتياجاتهم لشهر رمضان بفعل ارتفاع الأسعار الجنوني والأوضاع المعيشية الصعبة، وتلك التي ضاعفتها المخاوف من خطر تفشي جائحة كورونا، الأمر الذي جعل أسواق المدينة تشهد ركودا ملحوظا. نتكلم طبعا بالنسبة لإقبال المواطنين، طبعا إقبال المواطنين إقبال للتجزئة، عمال يعني زبائن التجزئة، بالنسبة لزبائن التجزئة إقبالهم بسيط، مش الإقبال الشديد والكبير اللي هو نفس السنة الماضية. طبعا حقيقة مقارنة الموسم هذا العام بالموسم العام السابق يعني الناس ما فيش إقبال على الشراء، يمكن عوامل العملة وتقلبات العملة أو تأخير المرتبات خاصة في الشمايتين، وممكن مخاوف أمراض كورونا المنتشرة في العالم الله ينقي الجميع. فالسنة هذه ما فيش إقبال شديد في البيع والشراء، ما فيش الناس مش متوجهين للبضاعة للأمور. رغم ذلك فإن الأوضاع والظروف والمعاناة الصعبة التي يعيشها السكان هنا منذ سنوات وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير احتياجاتهم لم تسلبهم بهجتهم بقدوم الشهر الفضيل، كما لم تحرمهم الشعور بروحانية الأيام المباركة القادمة.